هم النهارده علقوا كل مستقبل مصر الاقتصادي على مؤتمر مارس 2015. يعني ازاي مستقبل مصر يتوقف على مؤتمر؟ مؤتمر هيضطروا بيع فيه مصر بالرخيص. ده مؤتمر بسميه الديليسبسيات. ده ديليسبس وديليسبس وديليسبس وديليسبس. وزمان ديليسبس هو اللي سعى للخديوي. النهارده الخديوي هو اللي بيسعى للديليسبس عشان يبيعوا مصر بالرخيص. لحددوا مفيش قانون نزل للمناقشه عشان نفاجئ بيه قانون الاستثمار قبل المؤتمر، وانا ارجو الا يكون هناك قانون الاستثمار قبل المؤتمر. طيب دكتور، تعالى ادي واحد. نمره 2، هذا القانون يجب ان يجبر اي راس مال اجنبي باشراك راس مال مصري، ان شاء الله عن طريق البنوك.